نتكلم مع الإخوة حول موضوعين. الموضوع الأول قصة محرم المقبل، والموضوع الثاني قصة العالم الإسلامي ككل. الإخوة بسبب أنهم طلبة تكليفهم أكثر. أكو في الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إن الله يغفر للجهال 70 ذنب قبل أن يغفر للعالم ذنب. يعني يوم القيامة أنت جاهل، الله يغفر لك 70 ذنب، أما أنت عالم الله لا يغفر لك حتى ذنبا واحدا. وهذا طبيعي. جيب نفر الطفل، الطفل جاهل، بال على الفراش، على المخدة، على البطانية، على اللحاف، خرب، معفون عنه لن يفهم. أما جيبوا فرد كبير حتى إذا بصق مو بال لا تغفر له، تقول أنت كبيرا ولست بصغيرا حتى يعفى عنك. فالإخوة بصفتهم طلبة تكليفهم أشد وأشق. بالنسبة إلى شهر محرم وهو الموضوع الأول، أتصور أنا يجب على كل هؤلاء الإخوة أن يذهبوا إلى التبليغ. الذي يتمكن يصعد المنبر، الذي لا يتمكن يسوي حلقة قرآن، الذي لا يتمكن يقعد مع الناس ويحكي في الصلاة، في الصوم، في الحاج، في الخمس، في السياسة، في الاقتصاد، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، في الأئمة، في الأنبياء، الأشياء اللي يعرفها يتكلم. لأن كل إنسان مسؤول بقدر معرفته. الشخص الذي يتمكن يصعد المنبر يصعد المنبر، مو لازم يعزموك عزيمة ماكو، يدعوك مو لازم دعوة، يعطوك فلوس مو لازم. كان عندنا الله يرحمه فرد عالم في كربلاء، هاي القصة قبل 20 سنة، هذا أي مجلس يصعد المنبر قبل الخطيب، ومو أنه ضد احترامه أن يقال له الوقت انتهى، ومجرد أن الوقت ينتهي وينزل يروح. إنسان طيب ومحبوب كان أيضا الله يرحمه. مثلا أن المجلس يبتدئ من ساعة 5، هسه بعد ربع ساعة إلى 5 والناس قاعدين وشاربين شاي ويشربون، ويصعد منبر يوجه، يرشد، ينصح، يبين مسائل، يقول للناس إذا صار ساعة 5 أنا أنزل، يقولوا إيه شيخنا صار ساعة 5 ينزل يروح. أكو في الحديث أن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وإمام أمير المؤمنين في كثير من الأذهان أنه فرد رئيس حكومة أو أمير المؤمنين. لا، قطع النظر عن الواقع الذي هو خليفة الله في الأرض وخليفة رسوله، ونحن نعتقد به كثاني شخص في عالم الإمكان، مع ذلك في الظاهر كان تحت نفوذه 50 دولة على خريطة اليوم، لأن بلاده ماخذ من مصر إلى باكستان، حجاز، العراق، اليمن، الخليج، وهكذا. وله 1000 متصرف يعني محافظ، وله 1000 قاضي، يعني أكبر دولة في عالم ذلك اليوم دولة الإمام، وعاصمته الكوفة فيها 4 ملايين. وقسم منكم العراقيين يمكن تذكرون نخيلة قريب كربلاء، من كربلاء من تخرج للفراسخ أكو مكان تسمى نخيلة، خان نخيلة. هذا المكان كان بوابة الكوفة، يعني الكوفة كانت ممتدة من الكوفة إلى النخيلة، تقريبا 10 فراسخ. مدينة الإمام، عاصمة الإمام، اليوم لعله في العالم دولتان كبيرتان، أما في ذلك اليوم دولة واحدة كبيرة، وهذه الدولة الواحدة الكبيرة هي الدولة الإسلامية، وقائدها الأعلى الإمام.
ومع ذلك أكو في الحديث أن الإمام كان يأخذ القرآن ويذهب إلى الدكاكين ويقرأ القرآن عليهم ويرشدهم ينصحهم، وهو رئيس أكبر دولة في العالم قطع النظر عن المعنويات للإمام عليه الصلاة والسلام، يعني هكذا تواضع يقرأ القرآن عليهم، هذه الآية تقول هكذا، لا تعملوا هكذا، اعملوا هكذا. أصلا محبوبية الإمام لأن الإمام ألف سبب له، ومن جملتها أنه رجل شعبي يقعد في المسجد على التراب يقضي بين الناس، هو يشتري شيء من السوق ويجيبه إلى بيته، لباس لباس عادي عادي، نعله من ليف، كلكم تذكرون تمر ليف، تدرون شنو نعل الإمام من ليف، وحبائل سيفه من ليف، حمائل سيفه لأن السيف اللي يخليه على الركبة يحتاج إلى خيط من ليف، لأن الإمام شعبي، تكونوا شعبيين، يعني أن الإنسان لازم لا يتصور أنه فوق الناس لأني عالم، العالم لازم يكون أنزل مستوى من الناس في التواضع، التواضع هو الذي يرفع الإنسان، بينما التكبر هو الذي ينزل الإنسان، أي واحد شفته يسلم عليك تحبه، أي واحد شفته لا مرفع خشمه ومنتظر أنت تسلم عليه متحب، شو طبيعي. فإذا قلنا في شهر محرم تفرقوا، مو أنه لازم يعزمك ويقول 30,000 تومان أعطيك، ما يعطيك، أنت روح، ما تقدر تصعد المنبر لعله ما وصل إلى المنبر، هذا صحيح، لكن مو تتمكن تسوي حلقة قرآن، حلقة قرآن ما تتمكن تسوي، تتمكن تقعد تقول للذين هم أدنى مستوى من علمك الأشياء التي أنت تعلمها، يعني تعرف الصلاة، تعرف الصوم، تعرف الحج، تعرف الخمس، تعرف الزكاة، تعرف الدين، تعرف الأئمة بمقدار ما تعرف. فاللازم عليكم، أنا عندي كسب، أنا عندي عائلة، أنا عندي مشكلة، أنا أريد أألف، كله صحيح، لكن شهر محرم شهر التبليغ، إنسان يروح إلى أي مكان وأي مكان، إنسان متواضع ما يريد فلوس، شعبي يحبوه أي مكان راح، أنت رجل شعب الناس يحبك، يصير متكبر، أي شيء اللي جابوا لك أكل ما جابوا لك ما تشتري، لازم إحنا تكون أنه فرد موازين خاصة، إذا صرنا موازين خاصة أولا الله ما يحبنا، ثانيا الناس ما يحبونا، شو واضح هذا. فموضوع أن تذهب إلى همدان، إلى كرمانشاه، إلى ياز، إلى خراسان، إلى إصفهان، إلى طهران، تعرف أو ما تعرف، مو لازم تعرف، تروح إلى الحسينية ويقين واحد صديقي هناك أكو، أنا مستعد أنه أشترك وياكم في الشغل، في العمل، في الكلام، في الخدمة، أعطاء شاي، أعطاء ماي، الإنسان يجب عليه أن يكون شعبيا في كل الشؤون. شيء الشيء الثاني بالنسبة إلى الحسينيات، يجب أن تكون حسينياتنا عاملة، الآن على الأكثر خاملة، حسينية لازم مركز انطلاق، مركز انطلاق يعني شنو؟ يعني هذا الشيء الذي يجب أن تقوله فوق المنبر ويجب أن تقوله تحت المنبر، يعني الحسينية لازم قراية، صح، لازم توزيع كتب، لأن توزيع الكتب المنبر سمعه وانتهى، أما الكتاب يذهب به إلى داره ويطالع هذا الكتاب، هو ولده، صديقه، بنته، جاره، أبوه، لازم يصير مركز توزيع كتب. يعني لنفرض الآن أن الحسينيات الموجودة مثلا، حسينيات مال أصدقائنا أقصد، فرد 20 حسينية، في هالعشرين حسينية في 10 محرم إلى 13 يقين ربع مليون إنسان يجون، ربع مليون كتاب لازم يوزع، مثل الشاي يجب أن يكون الكتاب، يعني وقت اللي يأتي فرد واحد إلى القراية يسأل عنه، أنت عالم أو جاهل، أنت كبير أو صغير، أنت رجل أو امرأة، أنت شريف أو وضيع، أنت غني أو فقير، أنت تقرأ أو لا تقرأ، يسألوا يقدموا له شاي، أو في ليلة عاشوراء يقدموا له طعام، كتاب لازم نفس الشيء، حتى إذا مرأة لا تقرأ لازم تعطى كتاب، لأن الكتاب توديه إلى بيتها ابنها يقرأ الكتاب ويثقف، ابنها، أخوها، أبوها، زوجها، فرد واحد منهم، حتى نحن نثقف الناس تثقيفا، والتثقيف آثار مو بالعجل يظهر، يعني أنتوا شوفوا أنتوا الطلاب بالعجل صرتوا أو في ظرف سنتين صرتوا هالكثر،
في ظرف سنتين ثلاث سنوات صرت. الثقافة هكذا تنمو رويدا رويدا. لازم توزيع كتب في الحسينيات والمساجد، وهذا مو خاص على حسينيات مال أصدقاء، كل الحسينيات لازم هالشكل. يزيد تمكن أن يقتل الإمام الحسين للظلام الموجود على الأمة الإسلامية. لما كان ظلام يزيد كان يتمكن يقتل الإمام الحسين، ظلام الجهل. الآن هم في العالم الإسلامي أكو منتشر ظلام الجهل. إذا ظلام الجهل ما كان منتشر في العالم الإسلامي، الغربيون والشرقيون كانوا يتمكنون يحكمون؟ أبدا، ظلام الجهل موجود. الإمام الصادق يقول عليه الصلاة والسلام: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. الفقه يعني الفهم، السياط يعني واحد اللي يضرب هواي صوت، صيغة مبالغة، مثل ضراب، مثل علام، حتى يفهموا. الإنسان الذي لا يفهم كالأعمى، ليس الأعمى كالبصير. والله في القرآن يقول: هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ الجهل ظلمة. هذه الظلمة يجب أن نبددها بسبب التثقيف. من جملة التثقيف الكتب. أي حسينية إنسان يروح يشوف صاحب الحسينية: يا أخي بلسان طيب، لماذا ما توزع كتب؟ هذول شبابنا، لازم نجمعهم، لازم نعطيهم فكر، لازم نعطيهم إسلام، لازم نعطيهم تشيع، لازم نعطيهم تواضع، أخلاق، آداب. وزع كتب أيضا من جملة هذا الشيء. الحقيقة هذه التجربة نحن جربناها في الكويت من جملة. عندنا تجربة في العراق، لعل العراق شيء طبيعي تجربة، ولهذا ما أنقل التجربة العراقية. وعندنا تجربة في الكويت. في الكويت احنا اول ما رحنا يجون صفين في الصلاة، صفين في صلاة الجماعة، الشيبة اغلبهم، بقرايات عادية كلش، شباب اطلاقا ما موجود. بعدين وزعنا كتب، قمنا نوزع كتب. بعد مدة صارت المساجد ممتلئة، الحسينيات ممتلئة، هيئات الشباب بكثرة، نساء رجال. حتى المساجد الآن أكو بعض الأصدقاء اللي كانوا في الكويت الآن موجودين هنا، أصلا ماكو مجال من الشباب. الكتب ثقفوا، لكن إيش كثر الكتب وزعنا؟ مليون كتاب وزعنا في ظرف 8 سنوات 9 سنوات أو أكثر. ما أقصد كتاب كتابين، يعني إحنا لو كان بإمكاننا في هالمحرم نوزع فرد 10 ملايين كتب كان لا بأس به. مزينها مو جيد، لا بأس به. لعله فرد مرة ذكرت لكم أن إسرائيل يوزع في كل عام على شعبه الغاصبين، كل واحد من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير 5 كتب. حسنا، إذا أردنا أن نوزع على الشعب الإيراني كل واحد 5 كتب، كم كتاب يصير؟ 200 مليون كتاب، 40 مليون. إحنا منوزع ولا هذا؟ شوف هالاضطرابات، هالمشكلات، هالشرق والغرب موجودة، لأن الشعب مو واعي. مو كلهم أقول مو واعي، قسم كبير منهم مو واعي. فالحسينيات يجب أن تكون فعالة. صلاة الجماعة لازم بالحسينيات. لماذا في حسينية ماكو صلاة الجماعة؟ لازم صلاة الجماعة، لازم توزيع كتب، لازم مركز تجمع الشباب. أنتم شباب، كلكم شباب، يعني الشباب لازم يكونون مربوطين بالحسينيات. هالحسينية 10,000 شباب، ذاك الحسينية 5,000 شباب، تلك الحسينية 2,000 شباب، تلك الحسينية 20,000 شباب. حتى الشباب نجذبهم إلى الحسين عليه الصلاة والسلام وإلى بلادنا، يروحون إلى لندن وموسكو وباريس ونيويورك، كما بالفعل يروحون. بالفعل في العراق راحوا وشفتوا شنو صار. البعثين من هم؟ البعثين هم اتجاههم إسرائيلي بريطاني أمريكي، كلكم تعرفون. وشو سووا بالعراق وبأنفسهم وبكم؟ الإنسان الذي ينحرف أخيره مو إسقاط، إسقاط وسقوط، يسقط ويسقط. لازم نتخذ من هذا الدرس. الحسينيات يجب أن تكون عاملة بالقراية، بصلاة الجماعة، بالكتب، بقضاء الحوائج. هالتجمع الكبير الذي يصير في الحسينية هذا لازم يقضي حوائج الناس، مو أنه بس قراية وبكاء حسن جدا، وشاي حسن جدا، وطعام حسن جدا، ورواح.
لازم الحزينيات تزوج العزاب من بنين وبنات، يعني هيئات فلوس. يا أخ إلوش مو متزوج، ما عندي فلوس، هذا 10,000 تومان للحسينية. الآن كنائس هالشكل في العالم، الكنائس في العالم تعطي الحوائج، مو أنه كنيسة فقط. يا أخي لماذا أنت مريض؟ لأن ما عندي فلوس أسوي عملية، هذا 10,000 أخر، 5,000 أخر، 20,000 أخر. إحنا حوشنا يحتاج للتعمير، ما عندي فلوس، هذا أخر. إحنا زوجنا مسجون أو مقتول، هذا فلوس أخر. أنا الشاب إلوش عاطل لأن ما عندي رأس المال، هذا رأس المال أخذ. لازم حسينيات نشطة عاملة، أما حسينيات وقراية حسن واحد، مثل فرد واحد اللي فقط يصلي، لا صوم لا حاج لا زكاة لا خمس لا مشهد لا مسجد، هذا حسن صلاته. لكن هل الإسلام صلاة كله؟ الصلاة جزء صحيح، قراية جزء، منبر جزء، شاي جزء، لكن أجزاء أخرى أكو. الحسينيات يجب تنشيطها، وتنشيطها بيد من؟ بيدكم. يعني أنت إما منبري فعلى المنبر تكون، أو عندك هيئة ففي هيئتك تقول. على قول ذلك الشاعر يقول: يا شباب اليوم أشياخ الغد، أنتم متعتم بالسؤددي. هم كثير منكم مو شباب في أول شبابه، متوسط عمره، عمر 25 سنة 30 سنة مثلا 27 سنة، بعد لازم يعمل يشتغل، ما يقول لا أنا صغير، لا، لكن لسان لين، لسان طيب، مو بهوسة وتهجم وسباب وتنفير الناس، جمع الناس. فلازم أن تكون الحسينيات نشطة. نروح إلى حسينية ماكو مكتبة، لماذا ماكو مكتبة في حسينيتك؟ مكتبة مطالعة إلوش ماكو، فرد غرفة خاصة للمكتبة. لماذا ماكو محل بيع أمام حسينيتك؟ إذا تتمكن من نفس الحسينية طلع دكان للبيع، بيع الكتب. إذا ما تتمكن خلي فرد ميز أمام الحسينية ضياء بالليل وكتبه يبيع، كتب طباعة كتب هالشكل. الحقيقة من التجربات التي جربناها في الكويت بيع كلش كبير للكتب، جربنا هذا الشيء بعد، الناس يقبلون. أشرطة كنا نبيع على أبواب الحسينيات ليلية ما لا يقل من 1,000 شريط كان يباع، ليلية ما لا يقل من 1,000 شريط. لازم هنا أشرطة أيضا، لازم أشرطة تباع. كثير من الناس عندهم إمكانية تباع، كثير منهم ما عندهم إمكانية، خطيب يجمع فلوس يشري فرد 1,000 شريط، اللي ما عنده إمكانية فضل شريط أخر، فضل كتاب أخر. أما أنه فرد حسينية وفرد بناء ورواح ومجيء للإقراية، هذا حسن لا كل شيء. الحسينيات يجب أن ننشطها، والذي ينشطها هو أنتم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، والقليل إذا كان يد الله عليه يد الله فوق أيديهم. في القرآن الحكيم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يعني شنو فوق أيديهم؟ لأن الذين كانوا يبايعون رسول الله أسلوب البيع على رسول الله هالشكل، الرسول يأخذ إيده هالشكل، فيجون المسلمون هالشكل يمرون بأيديهم على يد رسول الله هالشكل، يعني هذا البيع، يعني أنا لك، هذا نقض البيعة. إذا هالشكل سوي يعني نقض البيعة، يعني أنا مو لك. إذا هالشكل سوي يعني أنا لك، فمو يد الرسول هالشكل. الله يقول يد الله فوق أيديهم، يعني هذه يد الله. فالإنسان الذي معه يد الله هذا متقدم، لكن يجب أن يعرف قدر نفسه، كيف يتقدم، كيف يتكلم، كيف يعمل، كيف يصلح، كيف يرشد. مثلا من الضروريات أن تكون الحسينيات مركز لإصلاح بين الناس، الجماعات، الفئات، المنظمات، الأفكار تجمع. النبي الأعظم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خير الولاة الذي يجمع المختلف، وشر الولاة الذي يفرق المتفق. إذا والي جمع الناس أعرف خير الولاة هذا، إذا والي يجي إلى الجمع فرق الناس أعرف هذا شر الولاة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لازم الحسينيات مركز تجميع الناس، توجيه الناس، وحدة كلمة الناس. وهذا عليكم، أنتم على رأس طريقين، إما خير أمة أو شر أمة. في الآية الكريمة الله تعالى يقول: كنتم
خير أمة أخرجت للناس. يعني الفاكهة ما في خير وشر، الدار ما فيه خير وشر، خراب وعمران. الإنسان نفس الشيء، قد تكون تذهب إلى دار عامرة جميلة، تشتري فاكهة حسنة ناضجة، قد تكون تشتري فاكهة خايسة مدودة متعفنة، تروح إلى دار خربة وسخة، تشتري لباس مشكشقة خلقة. إن شاء الله نفس الشيء. ومن يتمكن أن يصنع منك خير إنسان وخير أمة؟ أنت بنفسك فقط، حتى الله ما يسوي هذا الشيء، الله ما يجبر الناس، حتى النبي إنك لا تهدي من أحببت، أنت بنفسك. النبي صنع أبو ذر أبو ذر وأبو جهل أبو جهل. النبي مطر عام، المطر ينزل على الجيفة يتعفن أكثر، ينزل على الورد تفوح رائحة المسك منه أكثر. النبي ما صنع أبو ذر أبو ذر ولا صنع أبو جهل أبو جهل، وإنما أبو جهل أحمق صنع من نفسه أبو جهل، وأبو ذر عاقل صنع من نفسه أبو ذر. إنتوا اصنعوا من أنفسكم خير إنسان، وهذا صعبها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، حتى كل مكان شافوكم يكونون شوف الطلبة إنسان متدين أمين وفي صادق حليم صبور عاقل حازم. أما كل مكان شافوكم أوهو هذول من المدرسة نعرفهم. فبيدك أنت أن تصنع من نفسك إنسانا مثاليا جيدا صادقا أمينا وفيا حليما، تجمع بين الناس، تنشط الناس، تقدم الناس إلى الأمام، تقضي حوائج الناس، تعمل هكذا أو بالعكس مغرور متكبر ما يفهم فتان وإلى سائر الصفات الذميمة. أنت بنفسك، وأنت بنفسك تدخل النار أو تدخل الجنة، وأنت بنفسك تحترم أو تهان. أنت إذا صرت مريض صديقك يصير مريض أيضا، مرضك وصحتك لنفسك. روحوا إلى المستشفيات، شوفوا هذول المساكين اللي في المستشفيات ويتألمون من المرض، هذا منه مريض، هو مريض، حتى أخوه حتى أبوه حتى ابنه حتى زوجته حتى زوجها، هذا له ريش. فإدت بإمكانكم أن تصنعوا من أنفسكم جيدا جدا، لأن عدني فاشل، عدني مكمل، عدني ناجح، عدني جيد، أني جيد جدا. هذا هو، اصنع من نفسك جيد جدا، اصنع من نفسك أبو ذر. إنسان ما يصير علي بن أبي طالب، ما يصير الحسين، ما يصير رسول الله، ما يصير موسى، ما يصير عيسى، أما يصير أبو ذر، يصير مقدار، يصير عمار. هذا بيدك. عمار مو واحد في العالم، عمار صنع من نفسه عمار. كان فرد واحد من تلاميذ الإمام الصادق اسمه فضيل، في مسجد رسول الله في زمان الإمام الصادق أكو غرفة للتوابيت، تابوت اللي يموت يجيبون التابوت من هالغرفة يودوه يغسلوه إلى المقبرة. وكان هناك قسمين من التوابيت، قسم للعامة من الناس، قسم اثنين ثلاثة توابيت كانت أو واحدة كانت ما أدري، هذا اللي بني هاشم فقط، إذا يموت الهاشمي هذا يودوه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لا عادي ذاك التابوت الآخر. حسنا، هذا التابوت اللي خاص ببني هاشم، هذا في أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك اليوم كثيرين، الطيبين منهم إذا يموتون من غريب أمر هذا التابوت بالليل يعطي حس التابوت نفسه، علامة على أنه غدا يموت أحد المربوطين برسول الله من أولاده الطيبين منهم، مو غير الطيبين. هذا الموكل بالتوابيت فرد ليلة سمع حس، هذا التابوت الخاص بأولاد رسول الله أعطى حس، يعني واحد منهم ميت. هو فكر أنا أعرف السادة، هذا 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 منهم منهم ميت، ما ميت منهم أحد، متعجب لأن عارفين. إجا غدا يم الإمام الصادق قال يا ابن رسول الله أحد منكم ميت، أحد من السادة؟ قال الإمام لا. قال فش عجب هذا يطحس بارحة؟ قال إمام الصادق لأنه مات فضيل، وفضيل منا أهل البيت، سلمان منا كلنا سامعين، لكن فضيل منا قاله الإمام الصادق، هذا من أصحاب الصادق عليه الصلاة والسلام، لكنه سبب لنفسه فضيل ابن يسار
أن يكون في هالمستوى الرفيع، لأن تابوت الصوت يعني بأمر الله تعالى الجماد بعد هذا يعني أمر كرامة، تتمكن بالمئة وخمسين تسوق، تتمكن سبعين تسوق، تتمكن كيلو واحد في كل ساعة تسوق بيدك، تتمكن أن توقف، تتمكن أن تحطم السيارة بسبب جبل أو شجر، وتحطم السيارة ونفسك بسبب منعطف، كل بيدك. لتخلوا فرص تفوتكم. الإمام أمير المؤمنين يقول إضاعة الفرصة غصة، ويقول في كلمة أخرى له انتهز الفرص فإنها تمر مرا سحاب، ويقول في كلمة أخرى له الفرصة كثيرة الفوت قليلة العود. الآن بيدكم فرصة، كل شيء لكم ولنا عارية، عينك عارية وقت اللي متت شنو يعني خلصت راحت عينك، أذنك عارية، لسانك عارية، شبابك عارية، قدرتك عارية، أعصابك عارية، فكرك عارية، مدرسة اللي تذهب إليها عارية، كلها عارية. إنما الدنيا عواري والعواري مستردة، يجي فريدهم يأخذوها، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. فالموضوع أن الحسينيات نشطوها بأخلاقكم بأعمالكم بذهابكم بنشاطكم برواحكم بمجيئكم بإصلاحكم بخدمتكم، نشطوها تنشيطا ماليا، تنشيطا ثقافيا كتابيا، مكتبة، صندوق خيري، هداية، إرشاد، قضاء حوائج الناس، صلاة الجماعة، كذا يسمى تنشيط الحسينيات والمساجد، حتى تكون حسينية نشطة، مسجد نشطة على طول الخط، مو بس في محرمها، لازم الحسينية هالشكل. هذا موضوع، موضوع محرم وموضوع الحسينيات والمساجد. نأتي للموضوع الثاني، مما يجب أن ننشره في كل مكان، ما ذكرناه ذات مرة من حكومة 1,000,000,000 مسلم. النبي الأعظم سيطر على 5 دول في زمانه: الحجاز، اليمن الشمالي، اليمن الجنوبي، البحرين، الكويت. النبي سيطر على هذه الحكومات الخمسة. واحد، أسقط الحدود الجغرافية بينها، حدود جغرافية ما كانت. الثاني، أسقط الحدود النفسية بين الأفراد، هذا عربي، هذا عجمي، هذا هندي، هذا تركي، عراقي في إيران أجنبي، إيراني في العراق أجنبي، مصري في سوريا أجنبي، سوري في مصر أجنبي. النبي أسقطها. إنما المؤمنون إخوة، مو بس إخوة باللسان، إخوة بكل شيء. يعني إذا العراقي جاء إلى إيران فهو من أهل البلاد، يشتري، يبيع، يعمر، يصيد المباحات، كل شيء كأنه بلده، كأنه منذ 1,000 سنة في إيران. إيراني في العراق نفس الشيء في كل الشؤون والخصوصيات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا فضل العربي على عجمي إلا بالتقوى، إنما المؤمنون إخوة. أسقط الحدود الجغرافية، يسافر من كل مكان إلى مكان بلا جواز، بلا ويزا، بلا هوية، بلا تذكرة، بلا أي شيء. الشيء الثاني، النبي أسقط الحدود الجغرافية بين القلوب، القلوب كلها صارت مبتعدة وكلها صارت واحدة. أبو ذر العربي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، الأسود، الأبيض، كلهم صاروا إخوة، انتهى كل شيء. هذا أيضا صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث، الرسول أطلق الحريات للناس، يعني أنت حر في زراعتك، أي مكان تحب ازرع. أنت حر في تجارتك، أي مكان تريد التجارة تاجر، غير المحرمات، خمر وقمار وكذا. أنت حر في صناعتك، أنت حر في عمرانك، الأرض لله ولمن عمرها. كل إنسان سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. أطلق حريات الناس، روحوا أحرارته، بس لتعصون الله وخلف. الأعمال الثلاثة صنعها الرسول، من جملة ألوف الأعمال اللي صنعها: إسقاط الحدود الجغرافية، إسقاط الحدود النفسية، إطلاق الحريات. الغربيون والشرقيون والجهال من المسلمين اجوا، ما كل شيء قلبوه على الرسول،
الحدود الجغرافية رجعت، هذه كويت، هذه بحرين، هذه إيران، هذه مصر، هذه سوريا، هذه سودان، هذه باكستان، أمامك حدود. متى تتمكن أن تسافر إلا بجواز وفيزا وكذا وإلى آخره. الحدود النفسية الغربيون والشرقيون والجهل من المسلمين رجعوها، هذا عربي، هذا عجمي، هذا هندي، هذا تركي، هذا في ذلك البلد أجنبي، هذا في هذا البلد أجنبي، هذا لا يباع له، هذا لا يشترى من هذا، كذا هذا كذا، أرجع الحدود النفسية. الشيء الثالث، خالف الرسول قيد الحريات وحطموها، حرية ماكو. أنت حر في الزراعة، حر في التجارة، حر في الصناعة، حر في السفر، حر في الإقامة، حر في الأمران، حر في التجارة، حر في حيازة المباحات، حر في الاستيلاء على الأرض. كل مكان في البلاد الإسلامية ما قال حرية. إحنا الواجب علينا أن نعمل ونأمر وندعو إلى ما قاله الرسول. الصلاة واجبة ندعو إليها، الزنا حرام ننهى عنه، لكن أيضا الحريات يجب أن نأمر بها، أن الحدود الجغرافية يجب أن ننهى عنها، نفس الشيء الرسول هو الرسول. والله تعالى يقول في القرآن الحكيم: الذين لا يحكمون حتى بأحكام جزئية من الرسول، هذا مو قبول. يقول: فلا وربك لا يؤمنون، يعني مو مؤمن، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. النزاع اللي صار، إذا رجعوك يا رسول الله يصلي يصوم يحج يخمس باني مسجد باني حسينية منفق على الفقراء، الله يقول هذا مو قبول، مو مؤمن، أنا يوم القيامة ما أقبل مؤمن. إذا فرد حكم من أحكامك ما قبله، فلا وربك، يحلف الله تعالى، الله يحتاج إلى الحلف، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم شوف شنو، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني قد يكون الإنسان يطبق حكم الرسول لكن في نفسه يقول يا ليت ما كان هالشكل، الله يقول هذا مو مؤمن، أنا ما أود الجنة. نص القرآن هذا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شجر يعني النزاع، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم كل الأحكام الإسلامية، أما بعض الأحكام الإسلامية، عمر بن سعد كان بعض الأحكام الإسلامية يعمله. عمر بن سعد كان يصلي، كان يصوم، حتى في يوم كربلاء صلى جماعة، كان يحج، كان يجاهد. لكن شنو عمر بن سعد؟ إلى جهنم وبئس المصير، لأن يوم خالف الله تعالى في قصة الإمام الحسين. الله مو محتاج، حتى إذا ألف حكم أنت خالفت حكم منه، الله مو محتاج إليك، يا أمان الله. في آية أخرى الله يقول: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، مو لسانا عملا، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. يعني الله يقول إذا يعمل نصر أحكام الإسلام نصر أحكام ما يعمل هذا كافر حقا، الله مو محتاج لا إليك لا إلي لا إلى كل البشر. في آية الله يقول: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. أنتوا شنو قيمتكم؟ كلكم يذهبون بالبحر يجيب غيركم، بس الله ما جابنا إحنا، هم يوديني يجيب آخرين. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، ولا تتصور أن الله يتعب على هذا الشيء. فالموضوع الثاني هو موضوع حكومة المسلمين على غرار حكومة رسول الله. وفي زمان علي الحكومة اتسعت، قلنا حتى شملت 50 دولة، نفس الشيء كانت حدود جغرافية ماكو، حدود نفسية ماكو، حريات مطلقة. احنا لازم ندعو الى هذا الشيء في منابرنا في كتبنا، انتوا ان شاء الله لازم كلكم مؤلفين تصبحوا، في كتبنا في اعمالنا في دعاياتنا، لكن بالهدوء بالحكمة، مو بالتهجم، مو بالسباب، مو بالصياح، وإنما بالتعقل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هدوء حتى إذا سبك أنت هدوء. جاء عثمان طلب عليا عليه الصلاة والسلام فقال فيه كلاما سيئا في علي، علي ساكت ما يقولش. عثمان قال: لماذا لا تتكلم؟ قال: لأن الذي عندي لك
ما تحب ولا أحب أن أكرهك. يعني أنا عندي جواب لكن ما أريد أجاوب. أنا حتى تصير مكروه. مضمون الحديث هذا مو لفظه. الشاهد أنه مو لازم بالصياح وبالتهجم وبالسباب وبالبذيء من الكلام، لا بالهدوء بالتعقل بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. مثلا لازم يجادل بالتي هي أحسن، يتكلم بالتي هي أحسن، مو مع أصدقائك حتى مع أعدائك. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إن قال لك إن قلت واحدا سمعت عشرة، وتعارف عدنها. إذا قلت كلمة عشر كلمات تسمع، إذا قلت واحدا سمعت عشرة قل له إن قلت عشرة لا تسمع واحدة. نسأل الله لكم ولجميع المؤمنين الخير والسعادة والتقدم. وإن شاء الله إذا قامت الحكومة الواحدة الإسلامية ذاك اليوم لا صدام موجود، يعني منهجه لا بيجن موجود، ومنهجه لا أفغانستان هالشكل حكومتها حكومة شيوعية، وترجع البلاد إن شاء الله لحكومة 1,000,000,000 حكومة واحدة، فتسافر من قوم إلى كربلاء إلى مكة إلى دمشق إلى كابول إلى داكار إلى كراتشي إلى جاكرتا، وأنت كله في بلدك. لكن يحتاج إلى جهود، يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى تأليف، يحتاج إلى النشر، يحتاج إلى منابر، يحتاج إلى عمل. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. أخير كلمة، لا تنسون دائما لا تذهبوا إلى الشعارات، روحوا إلى الحقائق في المستقبل. الشعار لا يوصل الإنسان إلى مكان، وإنما الواقعيات يوصل. إذا قنينا الدواء ومليون شعار في البلاد على أن هذا دواء الحمى، وهو ليس بدواء الحمى، يفيد. إذا مليون شعار هذا مو دواء الحمى، وهو دواء الحمى، يفيد. نعم، دائما إنسان لازم يعطي لنفسه وزن، ثقل، واقعية، حقيقة، مو شعار. استنب الشعار من الآن إن شاء الله إلى 50 سنة، وحتى رأيتم دولة 1,000,000,000 أيضا لا شعار. نسأل الله التوفيق لنا وحبه ويا رب.